هذه دورة استثنائية كتهم الموضوع اتفاقية شراكة ما بين الغرفة والأطراف اللي كتشارك في إطار تهيئة مدينة أصيلة. والغرفة فعلا هذا كان مطلب ديالها قديم، وهي كتساهم به، كتطالب به بأن تهيئ، وخاصة إحداث مركب صناعة تقليدية مدينة أصيلة. حاليا الحمد لله ملي كيجي الخير كيجي مرة، جاء مشروع متكامل شاركين فيه 8 ديال الأطراف، من بينهم وزارة الإسكان والجماعة الحضرية الأصيلة والمندوبية الجهوية إلى غير بعض الأطراف يمكن نعطيهم لكم هنايا، وزارة التربية الوطنية، وزارة الشباب والرياضة، وكذلك الجماعة الحضرية لأصيلة، والمؤسسة منتدى ديال أصيلة اللي هو فعلا فاعل جمعوي في هذا القطاع ديال تم. هذا التوجه ديال الدولة، وخاصة الجهة اللي كتعرف واحد الاهتمام كبير ديال صاحب الجلالة، اهتمام منذ توليه عرش أسلافه المنعمين، والجهة كتعرف واحد النقلة نوعية. وبالتالي كان إلى لاحظتوا ميناء طنجة المتوسط وميناء الترفيهي ومشاريع قطار، يعني القطار السريع، مشروع طنجة الكبرى أخيرا، هادو مشاريع اللي جات كتكمل المبادرة الملكية. يعني انطلاقة كانت في 2007 و 2000 انطلاقة، حاليا هاد المشاريع هادي كلها واللي ما شاف كتندرج في إطار تأهيل الجهة ويصبح قطب. أصيلة ما يمكنش أصيلة تبقى منعزلة في المشروع، وخاصة أصيلة وتاريخ أصيلة يشفع لها أن تكون مدينة رائدة سياحيا واقتصاديا، والسياحة مقرونة بصناعة تقليدية، كان ضروري من الحضور في هذه المدينة وإعطاء الدعم من هذا القطاع. ما يمكنش مشروع يتم إذا ما كانتش فيه يد عاملة، تأهيل، دفعة، كذلك فيما يخص جعل أصيلة قطب سياحي في الجهة، وهذا ماشي من اليوم. أصيلة ومنتدى أصيلة عطى واحد الإشعاع كبير لأصيلة. ما تفوتنيش الفرصة باش نشكروا كل شركائنا اللي عطوا دعم للمشروع، وكل هاد الشركاء اللي قدموا دعم مادي ومعنوي. وكذلك نشكروا السلطة الوصية اللي خرجت المشروع بأسرع ما يمكن لوجوده.